مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. يستمر فيروس كورونا في اجتياح خارطة العالم، إذ وصل إلى أكثر من 100 دولة، ويستمر عداد ضحاياه في الارتفاع يوما بعد آخر. أصبح الخطر في ذروته، والخوف أصاب البشرية بأكملها، في حين بذلت الدول التي تفشى الوباء فيها جهودا كبيرة لاحتواء الموقف، فخصصت الميزانيات الضخمة للقطاع الصحي، وأعلنت حالة الطوارئ كإجراءات احترازية للحد من استمرار تفشيه. وبالرغم من قدرات هذه الدول وقوتها لاقتصاداتها وبنيتها الصحية، إلا أنها ظلت مرتبكة أمام هذا الوباء الذي أصبح خطرا حقيقيا يهدد حياة الآلاف من البشر. أما في اليمن فيبدو أن إغلاق المطارات والمنافذ البرية كإجراء احترازي حال أو كجراء الحرب حال دون وصول كورونا إلى البلاد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية اليمن بلدا خاليا من الوباء. يتخوف المواطنون أن يكون الوباء قد وصل إلى البلاد، إلا أن السلطات الصحية بإمكانياتها البسيطة لم تكتشف أي حالة إصابة حتى الآن، وقد أغلقت بقية المنافذ البرية والجوية القليلة التي كانت مفتوحة كإجراء احترازي، كما أعلنت السلطات عن استعدادات وتجهيزات للحيلولة دون تفشي الوباء في اليمن. عن حقيقة هذه التجهيزات والاستعدادات وحجمها سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه التصريحات التي جمعها مراسلنا من أبيان، نتابع. ما فيش أي استعدادات، نحن نشوف الأسواق مزدحمة، عندك الأسواق مزدحمة، ما أحد بيلتزم بأي قرار تنزل الحكومة، لا الحكومة مش موجودة بالأصح، يعني إذا جيت غياب حكومي بشكل كبير، المجاري فصل الخطوط، الصرف الصحي زي ما قلنا، برضو البلدية مش قايمة بشغلها بالشكل المطلوب، يعني ما فيش أي استعداد مطلق. يعني إذا أجا قدر الله بالمرض وصل إلى اليمن، أنا أتوقع أن نص الشعب بيموت، رايح يموت لأنه ما فيش أي استعدادات. عندك المستشفيات ما فيش أبسط متطلبات ما تحصلها داخل في المستشفى الخاص، الشغل كله مستشفيات خاصة، عيادات خاصة، تجارة، يعني ما فيش أي حاجة تقدمها الحكومة حقنا. حقيقة المواجهة لفيروس كورونا في اليمن حسب ما بثتها وزارة الصحة اليمنية أنها على استعداد تام لمواجهة ذلك الفيروس، فنتمنى أن تكون وزارة الصحة قد عملت جميع الاستعدادات وجميع المحاجر الصحية التي من خلالها تقوم بحصر هذا الفيروس إذا سمح الله يعني بغزو اليمن. ونتمنى جميعا من جميع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات أن يلتزموا بالبرامج المعد إليهم من خلال تجنب الأسواق المزدحمة والأماكن العامة حتى نتفادى ذلك الفيروس الخطير الذي يمكن أن يهدد حياة الشعب اليمني. والله تكاد تقول الاستعدادات التي يقول عنها أنها ستصل إلى اليمن تكاد لا تذكر، وبلطف من الله أنه الوباء الآن لم يصل إلى اليمن بعد، ولو أنه هناك من الذين يظهرون على الفيسبوك أو على غيره ينشرون شائعات، وهذا تخويف للناس وتهويل وترعيب، وهذا لا يجوز في ديننا الإسلامي نشر مثل هذه الشائعات. والله قد لطف باليمن بأنه لم يصل إلى الآن. لا في فرق نزلت توعية أو للجهات المعنية في المحافظات والمديريات لن نلبس من الحكومة أي شيء إلا عبر الوسائل الإعلامية، التلفاز، الوسط، هذه الأشياء. والله يعني نحن في اليمن عندنا يعني الكثاثيف يعني بالجملة، لا تلاقي أصحاب النظائر يعني ما في يشتغلوا، بس يعني مقصرين يعني، ولا موجود كله، بس الله يحفظنا ويحفظ البلاد كلها من هذه الأشياء. الاستعدادات ماش موجود أي نظام تملك صحي هنا في حاضبين، خاصة في حاضبين الشوارع، لأن في شوارع ضيقة. ونستقبل أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة والتي خصصناها لتجهيزات ومبادرات التي يعني بصدد مواجهة فيروس كورونا
إذا وصل اليمن إن لم يكن قد وصل. نستقبل أولى اتصالات رضوان حبيش من الجزائر الصحفي. سيد رضوان أهلا بك معنا في هذه الحلقة، كيف وجدتم التصريحات من قبل السلطات المعنية في اليمن بصدد مواجهة فيروس كورونا؟ هل هي يعني ترقى لمستوى الحدث؟ مساء الخير أخي أسامة. أولاً خالص العزاء والمواساة لأهل الزميل رمزي الحرازي رحمه الله ولكل ضمن قناة بلقيس، وأشكره الله فسيح جناته. آمين. سأبدأ إن سمحت لي من آخر تصريحات منظمة الصحة العالمية، أن عدم اكتشاف حالات مؤكدة في اليمن ليس بسبب أن هناك فعلاً عدم وجود نظام صحي قائم، وعدم وجود أيضاً أجهزة حديثة للكشف عن هذه الحالات. هناك كارثة حقيقية في اليمن للأسف، تصريحات المعنيين لا ترتقي إلى الوضع المزري الموجود حالياً. للأسف سيكون هناك انتشار كبير لفيروس كورونا في ظل عدم وجود تحرك جاد، سواء من حكومة لا مسؤولية وليس الحكومة الشرعية، أو من طرف جماعة الحوثي الذين نعرفها أنها تسيس كل شيء لصالحها. هناك خطوات من الطرفين حسب ما يقولون أنها تساعد في الحد من انتشار المرض، وهو الحرج أو الحرج الصحي وليس الحجر الصحي. قبل قليل سيد الكريم شاهدنا صور مخيفة للقادمين من السعودية في مديرية عفار محافظة البيضاء، لمئات المواطنين، ازدحام غير مسبوق، اكتظاظ رجال ونساء وأطفال، هناك حالات مرضية مزمنة لكبار السن. الكارثة كل إجراءات الحجر الصحي أخطاء كارثية. هناك إذا ما مرض بهذا الفيروس سيمرضون أيضا بسوء التغذية والأمراض الأخرى. أقسم بالله العظيم لو لم يتخذ طرفي النزاع خطوات جادة ومدروسة، وأقول أن يكون هناك تنسيق، أن يكون هناك تنسيق جاد بعيدا عن السياسة والحرب العبثية، ستحل كارثة على الشعب. ولن يلتفت إلينا أحد كما هو حالنا في الحرب منذ سنوات. هناك الكارثة الأكبر وتكون بين قوسين، أن هناك حالات جاءت من إيران، وأن الكارثة ستكون العائدين من إيران ومن قم من خلال الطلاب أو الشخصيات التي هي مع الحوثيين. هذه هي الكارثة. أيضا سيدي الكريم، بحكم وجودي في الجزائر هناك 90 حالة مؤكدة لمرض فيروس كورونا وتسع حالات وفيات، رغم وجود نظام صحي لا بأس به. نعم. ما بالك بالوطن الذي يعاني من سوء النظام الصحي، وجود ازدحام غير مسبوق في أسواق القات، في الأعراس، في غيرها. يا أخي الكريم، أتمنى لفتة كريمة، وأتمنى أن يتناسوا أطراف وأن يعملوا خطوات جادة لتفادي الكارثة الحقيقية لم تبدأ. وأنا أقولها، منظمة الصحة العالمية قالت ستكون هناك كارثة حقيقية في اليمن، أيضا في سوريا، أيضا في ليبيا، لعدم وجود نظام صحي وعدم وجود أجهزة للكشف عن هذه الحالات. وأنا أؤكد أن هناك حالات موجودة لم يتم الكشف عنها، وأيضا هناك حالات أؤكد أنها عند جماعة الحوثي. نعم. رضوان، أنتم كصحفيين هل فكرتم إلى الآن، يعني فكرتم إن بدأ المرض أو انتشر هذا المرض في اليمن لا سمح الله، هل فكرتم في خطة بديلة لنشر هذه الأخبار ولوضع إحصائيات لهؤلاء المرضى، وأيضا لتوعية الناس بخطر هذا المرض وكيفية الوقاية منه؟ أخي أسامة، هناك تواصل مع إعلاميين وصحفيين سواء في الدول العربية يمنيين مقيمين أو في الداخل لمواجهة هذه الكارثة ولعمل خطوات لتوعية الناس. وإن شاء الله سنكون يعني أولا بأول في حال وجود حالات لتوعية الناس، أيضا في القرى. أيضا الآن عملنا على إيجاد توعية للناس في وسائل التواصل الاجتماعي لعدم دخول الأسواق، أيضا لعدم إقامة فعاليات أو حفلات الأعراس. هذه هي الكارثة لدينا في اليمن. نعم. سنقوم إن شاء الله، وأنا سأبدأ، وهذا يكون هذا واجب إنساني لوطني الحبيب، أن نقوم بالتواصل وعمل خطوات مدروسة لتوعية الناس وكل المواطنين أو أغلبهم،
يتواصلوا متواصل التواصل الاجتماعي، نستطيع أن نوصل المعلومة إليهم. إن شاء الله سنكون قد المسؤولية، وحتى أن لم يكون هناك خطوات فعلية من الحكومة أو من جماعة الحوثي. إذا لابد للسلطة الرابعة أن تقوم بدورها، كما ستقوم يعني وزارة الصحة والسلطات الصحية والسياسية بدورها تجاه هذه الآفة وهذا الوباء. أشكرك رضوان حبيش الصحفي، كنت معنا من الجزائر. وينضم إلينا الآن أحمد أنيس مؤسس صفحة محاربون للبقاء بصحة جيدة في اليمن، ينضم إلينا من ألمانيا. أهلا بك أحمد. إذا أحمد، كيف خطرت لكم أو لك أنت بالذات وأنت مؤسس هذه الصفحة بإنشاء مثل هكذا صفحة لأجل مواجهة الأوبئة ومنها وباء فيروس كورونا؟ أهلا وسهلا، أولا مساء الخير على الجميع. ثانيا، صفحة محاربون للبقاء بصحة جيدة في اليمن تم إنشائها من أجل نقطتين رئيسيتين. أول نقطة هي رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الناس، لازم الناس في اليمن تعرف مستوى ماذا يعني مرض الكورونا، العالم كله يتحدث عن هذا المرض. النقطة الثانية وهي النقطة الرئيسية هي تشكيل فرق تطوعية على أرض الواقع إذا حدث شيء، يعني لا سمح الله إذا حدث شيء، لأن الوضع في اليمن زي ما يقول على كف الرحمن. إذا في حالة واحدة دخلت اليمن فيجب على دخلت أي محافظة فيجب على الدولة أو الحكومة نفسها تعمل حجر صحي للمحافظة بشكل كامل، لأنه عندنا العادات الاجتماعية ما شاء الله علينا، إحنا يعني اجتماعيين بدرجة رئيسية، السلام بشكل يعني مبالغ فيه، وهذا الشيء إحنا من أجل هذا الشيء عملنا هذه الصفحة وأسسنا هذه الصفحة عشان ترفع مستوى الوعي لدى الشباب، وكمان في صفحات أخرى. لكن الهدف الرئيسي لنا من محاربون للبقاء بصحة جيدة هي أن تشكل فرق على أرض الواقع. نحن نعرف أن الدولة والحكومة هنا في الشمال أو في الجنوب أو في حكومة الحوثي أو حكومة الشرعية، هذه لن تستطيع أن تغطي أو تعمل يعني لم كامل للتوعية. فإحنا عملنا هذه الصفحات من أجل نكون على تواصل مع المجتمع. المجتمع كمان الآن يستخدم الإنترنت بشكل كبير، صفحات التواصل الاجتماعي، يكون في ربط، يكون في نقطة وصل وربط بالموضوع. والآن في فرق كثيرة في صنعاء، في فرق في تعز، في فرق في إب. محمد أحمد، ما الذي تنشره على هذه الصفحة؟ تنشرونه على هذه الصفحة، وما الوسائل التي اتخذتموها لأجل توعية الناس عبر هذه الصفحة؟ نعم، الذي ينشر على هذه الصفحة أولاً منشورات توعية، والمنشورات الثانية هي منشورات استعدادات لكل محافظة. يعني في محافظة صنعاء الآن نحن نعمل على جمع فرق معينة في محافظة صنعاء من الشباب المتطوعين، لا سمح الله وحدث شيء، إنه هذه المجموعات تكون على تواصل مع الناس الذي عندهم عزل صحي في بيت معين، أو محتاجين معقمات، أو محتاجين توزيع الكمامات، أو محتاجين غذاء من هنا أو من هنا. يعني إحنا في ألمانيا هنا في كل مدينة الآن مع العزل الصحي المنفرد، الآن في كل مدينة في شباب متطوعين لهذا الموضوع، إنه شباب أكثر مناعة وأكثر قدرة على القروب والدخول، فهم يعملوا دور التوصيل وخدمة الناس اللي هم عندهم عزل صحي. كمان نشر التوعية من خلال منشورة توعوية، المصافحة، الكمامات، المعلومات العامة، لكن هذا هو مش بشكل رئيسي لنا، لكن الموضوع الرئيسي هو الاستعداد الكامل المجتمعي التطوعي الخدمي على أرض الواقع. هذه هي النقطة الرئيسية. نحن يعني نقول لا سمح الله إذا حصل شيء، نحن لا نريد أن يحصل شيء، لكن لا سمح الله إذا حصل شيء، الوضع كارثي. يعني في إيطاليا 368 حالة وفاة في يوم واحدة. تخيل، يعني لما سئل أحد الإيطاليين عن شرح وضع إيطاليا يقول نحن قبل أسبوعين كنا كما أنتم الآن. يعني قبل أسبوعين كنا ننظر للواقع كما أنتم تنظرون إليه الآن. نعم، كان السبب، أهم الأسباب في إيطاليا هي التساهل، ونحن نجد ذلك من قبل المواطنين اليمنيين، التساهل إزاء هذا الوضع الكارثي والخطير في دول العالم بأكملها.
كيف تجدون تفاعل الناس مع صفحتكم، وكيف يعني تقيمون هذا التساهل من قبل المواطنين بما سينعكس على الواقع؟ شوف، اليمنيين بطبعهم متساهلين فعلا، لكن الان في تجاوب. يعني انشئت الصفحه خلال يومين، حصلنا على 1000 وشويه ناس مشتركين ومتفاعلين، وناس مستعدين للنزول في الارض، في ارض الواقع، اذا حصل شيء او لا، يعني جنبا الى جنب. كمان هناك حمله خاصه بوزاره الصحه في الجنوب والشمال كمان هناك، لكن في تفاعل، لكن نحن نريد على نطاق أوسع، المجتمع بشكل أكمل يعني كامل. نحن نريد المجتمع يحس بالمسؤولية تجاه أولا كبار السن، لأن المتأثر الرئيسي هم كبار السن. يا جماعة، المفروض نحن نشعر بالمسؤولية أمام هؤلاء الناس. لا نعرف يعني ماذا. أخيرا أحمد، وأنت في ألمانيا، ما النصائح التي يمكن أن تقدمها للشعب اليمني وقد وجدتها هناك في ألمانيا لمواجهة هذا الوباء من قبل المواطنين؟ فعلا، المواطنين هنا ملتزمين بشكل رئيسي بما تقدمه وزارة الصحة من عملية توعية مستمرة. واحد، أنهم ملتزمين بالعزل الصحي بشكل كبير جدا جدا، الخروج للحاجة فقط، الخروج وهذا بشكل رئيسي نحن نريد أن نوصله لليمن. يا جماعة، الخروج بشكل يعني بشكل رئيسي للأشياء الضرورية فقط، لا غير. يا جماعة، بطلوا الاجتماعات، الصالات، الأعراس، في خطوات جبارة، لكن نريد من الشعب أنه يفهم ويحس بالمسؤولية عشان يفهم أنه هذا الموضوع خطير. يعني أنا لو أشرح لك ما يعني بشكل سريع، يعني لما الشخص الإيطالي قال عن حالة تطور الفيروس عندهم، أنه يبدأ بست حالات. الحالة الأولى أنك تعرف وتسمع أنه الكورونا أو الفيروس في مدينتك أو في المدينة المجاورة لك، فجأة الدولة تعلن عن حالة الأولى، عن حالة الثانية تعلن الحجر الصحي الفردي. ثلاثة، العدد يرتفع بشكل رهيب، الناس لحد الآن مش متوقعة. أربعة، الأعداد تزداد سوءا وأكثر، المستشفيات تبدأ تمتلي، الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تبدأ فل، يبدأ المستشفيات باستدعاء من هم الأطباء السابقون، طلاب الامتياز. وضحت الصورة أحمد، الناس الذي هربوا لمنطقة ثانية. الآن أصبح الموضوع في إيطاليا يحبس الشخص من سنة إلى 12 سنة إذا خرج من البيت وما فيش معه ترخيص للخروج. تخيل، يعني الوضع كان في البداية استهتار، الآن يحبس الشخص في إيطاليا إذا خرج وما عندهش تصريح من سنة إلى 12 سنة إذا اكتشف أنه عنده كورونا. يعني الوضع خطير، الوضع جدا خطير. أشكرك أحمد أنيس، مؤسس صفحة محاربون للبقاء بصحة جيدة في اليمن، كنت معنا من ألمانيا. وينضم إلينا أيضا مصطفى الدراسي، ناشط اجتماعي من إب. أهلا بك مصطفى. مصطفى، كيف تجدون تفاعل الناس مع هذا الموضوع، وهل بالإمكان أو بإمكان المبادرات أن تقدم شيء إزاء هذا الوضع الكارثي الذي قد يجتاح اليمن كما اجتاح دول أخرى؟ أولا مرحبا أخي الكريم، وشكرا على الاستضافة. أهلا بك. ما أحب أن أنوهه أن الشباب هم العامل الرئيسي والعمود الفقري. إذا لا قدر الله حدث ظاهرة تفشي فيروس الكورونا، الشباب الآن فاعلين جروبات تجمعات من أجل مواجهة هذا الوباء في عدة محافظات، يتدربوا في أنهم يتم تدريبهم وتجهيزهم، في أنهم عندهم الاستعداد الكامل للنزول الميداني، وفي أنهم ينزلوا، قد نزلوا إلى عدة مناطق وتم توعية بعض الأسر. فالمجتمع بشكل عام متفاعل، شباب وأطفال، نساء، كبار، يعني بشكل عام كلهم متفاعلين مع الموضوع. يعني مصطفى، في حال لا سمح الله انتشر هذا المرض، ما خططكم التي قد وضعتموها، إن كنتم قد وضعتموها، لأجل مواجهة هذا الوباء؟ بالنسبة لخطة واضحة ودقيقة ما قد تم وضعها، ولكن هناك استعدادات مسبقة لتجهيز أكبر قدر من الشباب
المدربين والمؤهلين، التنسيق مع وزارة الصحة، التدريب على الفيروس بشكل عام، طريقة انتشاره، مخاطره، التعرف عليه مسبقا، يعني في تدريب نزول ميداني، في تدريب إعلامي، في عدة مجالات. الشباب ما شاء الله ما يقصروا أبد، إنه قد في خطة واضحة. ما فيش. إذن أنت مصطفى ومن معك ومعكم مبادرة، ما الذي تنصحون به المواطنين لأجل مواجهة هذا الوباء بأقل أضرار؟ عندي نصائح كثيرة. أولاً أنصحهم أنهم يلتزموا بنظافتهم الشخصية، نظافة منازلهم، نظافة أماكن العمل بشكل عام، يحرصوا على اتباع الإجراءات المتخذة من أجلهم، الإجراءات اللي منع التجول في التجمعات، الذهاب إلى الأعراس. كذلك رسالتي للعائدين من البلدان الأخرى، التزموا بالحجر الصحي المنزلي، لأنه إذا حصل لا قدر الله وفي واحد عائد من بلد أخرى والفيروس موجود فيه وما التزم بالحجر الصحي المنزلي، فبيحدث مشكلة. ونظرا لتدهور الوضع الصحي عندنا في اليمن، بيبقى مشكلة كبيرة للأسف. نعم، أشكرك مصطفى الدراسي الناشط الاجتماعي، كنت معنا من إبن. أشكرك. وينضم إلينا أيضا من إسطنبول الدكتور هيثم الورافي. أيضا أهلا بك دكتور هيثم. دكتور، سمعنا عن إجراءات قامت بها السلطات في حضرموت وفي المهرة وفي بعض المحافظات، هل تجد أن هذه الإجراءات كفيلة بالقضاء أو مواجهة هذا الفيروس إن وصل إلى اليمن لا قدر الله؟ أهلا وسهلا عزيزي. حقيقة أخي، عن أي استعدادات سوف نتحدث؟ حيث أن الحقيقة التي نشاهدها اليوم على أرض الواقع أن الاستعدادات التي تحدث عنها الحكومة عبارة عن استعدادات بسيطة تنتفي بمكافحة الفيروس الذي أجتاح العالم. أخي العزيز، ما نشاهده اليوم حين تعيش أغلب بلدان العالم في حالة تأهب قصوى لمواجهة فيروس كورونا، تبدو اليمن خارج نطاق السرب العالمي وكأنها محصنة من هذا الفيروس الذي ضرب معظم دول العالم حسب تقرير منظمة الصحة العالمية. أخي العزيز، أين هي استعدادات الحكومة اليمنية في توفير أماكن العزل؟ أين هي استعداد الحكومة اليمنية في توفير مجالات المراقبة والاستجابة السريعة والتشخيص المختبري؟ هناك تقصير كبير. أين هي الحكومة من التأهب للتجمعات الحاشدة ونقاط الدخول واللوائح الصحية الدولية واللوجستات والإمدادات؟ حقيقة في ظل هذا الوضع الصحي الذي تمر فيه اليمن، في حال وقدر الله وحدوث تفشي فيروس كورونا، سيشكل عبئاً إضافياً على النظام الصحي والذي يعمل حالياً بنسبة 40 إلى 50% من قدرته التشغيلية. حقيقة أخي العزيز، يجب على الحكومة أخذ كافة الاحتياطات لتعزيز الخطوات الاحترازية التي من شأنها رفع الوعي الصحي، ليظل اليمن محمي عن هذا الفيروس. يجب أن يتم تقديم الدعم اللازم للعائدين والمتواجدين في جميع المنافذ اليمنية. يجب أن يخضع جميع الوافدين للعديد من الإجراءات الاحترازية. يجب أن يتم تجهيز العديد من المرافق الصحية التي يجب أن تكون جاهزة من الآن، لا ننتظر حتى يصل الوباء ثم نبدأ نبحث عن حلول. إذن دكتور، هذه الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطات، ما الإمكانات المتاحة شعبيا من قبل المواطنين لمواجهة هذا الوباء في ظل هذا التقاعس من السلطات الذي تتكلم عنه الآن؟ نعم، حقيقة المواطنين في اليمن يجب التزامهم بعدة أشياء، كغسل اليدين بانتظام أقل شيء لمدة 20 ثانية، الحرص على ممارسة النظافة التنفسية وهي تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال والعطس تجنبا انتشار الجراثيم. أيضا تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وترك مسافات من متر إلى متر ونصف. أيضا أخي العزيز، يجب أن يتم إيجاد حلول سريعة لمنع تجمعات، وكما تعلم أخي العزيز في اليمن هناك
من أكبر التجمعات أسواق القاتل الذي موجودة في اليمن. هنا النقطة، حل لمنع هذه التجمعات أخي العزيز. هنا النقطة دكتور، الشعب اليمني اجتماعي بطبيعته، كيف يمكن الموافقة بين هذه الطبيعة الاجتماعية وبين إجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا؟ أخي العزيز، هو نحن نفتقر إلى الوعي، يجب أن يكون أن تعمل الحكومة ووزارة الصحة على التثقيف الصحي، بحيث أن المواطن إذا حصل على التثقيف الكافي والتوعوي أنا أضمن لك أنه بحد ذاته سيتوقف عن الذهاب إلى مكان يوجد فيه تجمعات كبيرة مثل هذه كالأسواق كالمولات. نعم، إذن أشكرك دكتور هيثم الورافي، كنت معنا من إسطنبول. وينضم إلينا من الصين نور الدين الشبان. نور الدين أهلا بك. نور الدين، كيف تجد الوضع في اليمن مقارنة بما حدث بالصين؟ يعني أنت شاهدت ما حدث في الصين والأعداد الهائلة التي قضت في هذا الوباء، كيف تجد الوضع في اليمن قبل وصول كورونا؟ هل الإجراءات كافية؟ أولا مساء الخير. بالنسبة لموضوع جاهزية الدول، إذا نظرنا إلى الصين والدول العظمى الأخرى لوجدنا الفرق بينهم حاجة واحدة فقط، هي أخذ الموضوع بجدية، فكانت الصين هي السباقة في ذلك، فأخذت الموضوع بجدية وكانت يعني تحاولت احتواء الفيروس بشكل كبير جدا، والآن شفنا النتائج في الصين كيف أنه لم نجد أي حالة واحدة خلال اليومين السابقين. مقارنة بإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول، فهم لم يأخذوا الموضوع بجدية، فتحول الموضوع إلى كارثة كبيرة في الدولة. أما لو تحدثنا عن اليمن، فاليمن هي أضعف من ذلك، فهي لا توجد حكومات، لا توجد مستشفيات، لا توجد مرافق صحية، لا توجد كوادر صحية، ليس هناك مواد غذائية كافية، فالوضع مختلف جدا عن عما عملت الصين. ولكن هناك شيء واحد يمكن على المواطن اليمني عمله، وهو ان يكون طبيب نفسه، فعندما يكون طبيب نفسه ممكن ان يحمي غيره من انتشار الفيروس. إذن نور الدين، انتم كطلاب او كمقيمين في الصين تخطيتم هذه الكارثة التي حصلت في الصين وكانت بؤرة أو بداية انتشار هذا الوباء، برأيك ما الذي يفترض على السلطات في اليمن أن تقوم به لتقترب مما قامت به الصين على الأقل؟ في الوقت الراهن، في الوقت الحالي في اليمن، يجب توفير فقط الأدوات الطبية، توفير أو تجهيز المستشفيات، يعني تغذية المستشفيات بالمواد الصحية اللازمة بالأدوية، لأنه في حالات مرضية ممكن أن تشفى من هذا الفيروس، في حالات مرضية ممكن أن تشفى من هذا الفيروس باستخدام بعض العلاجات الموفرة من الحكومة الصينية. فهذه الجاهزية يجب أن تكون من الحكومات، إضافة إلى أنه يجب يعني استبعاد الخلافات الحالية فيما بين الشرعية والحوثية، يجب استبعاد جميع الخلافات وأن يركزوا على المشكلة الحالية التي تصيب اليمن وقد تدمرها بشكل كبير جدا. وقد لاحظنا ذلك خلال الأشهر السابقة من خلال انتشار مرض الكوليرا، فوجدنا عدم وجود عدم جاهزية المستشفيات وعدم جاهزية أي شيء في الدولة. يعني نور الدين، هل كان كل أو جل الجهد في الصين قائم على السلطات، أم أن هناك مبادرات شبابية طوعية قامت بالتوعية وقامت بأعمال أخرى للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، حتى يعني نستعرض هذه الجهود حتى يعني يستفيد أو تستفيد هذه المبادرات التي بدأت داخل اليمن؟ بالنسبة لموضوع الحكومة الصينية، أولا يعني الدولة تنقسم إلى نقسمها بالنسب، كان بنسبة 8% من الحكومات و 20% من تعاون الشعب، فكان الشعب متعاون جدا، إضافة لشيء الشعب يعني يستمع للتعليمات، يقرأ كثيرا، فهذا كان نقطة إن الحكومة استطاعت خلال شهر أو شهرين بالكثير يعني أن تحتوي هذا الفيروس، يعني فكان يعني اللي كان مقسمة أن الحكومة هي الأساس في هذا، أما الشعب فيجب عليه شيء واحد وهو اتباع هذه الجهود والتعاون مع الحكومة.
نعم، إذن أشكرك من الصين، كنت معنا نور الدين الشبان، أشكرك جزيلا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. وعن هذا الموضوع أيضا نستعرض لكم بعض التصريحات التي وافانا بها مراسلنا من عدن. بالنسبة للاستعدادات التي تقوم بها الحكومة فيما يتعلق بفيروس كورونا، الحكومة بدأت أو قامت بعض الاستعدادات، لكن للأسف الشديد هذه الاستعدادات قاصرة. حتى الآن لم يتم تحديد مكان الحجر الصحي، وناهيك عن أنه بحاجة لتجهيزات، وهذه التجهيزات بحاجة لفترة طويلة وبحاجة لأجهزة ولا تأثيث وإلى طاقم طبي متكامل. إضافة إلى ذلك أنه إلى الآن لم تقم الحكومة بتفعيل قرار الحجر، حيث أن المرافق العمل كانت حكومية الخاصة فيها يعني لا زال العمل فيها جاري، وإن كان هناك بعض توقف في بعض المرافق. إضافة إلى ذلك يعني الأماكن الشعبية، سواء كانت الأسواق الشعبية أو أسواق القاعات أو قاعات الأفراح والمطاعم والمقاهي، هذه هو التي تكون يعني سببا لانتشار فيروس كورونا. كما أن الدولة حتى الآن أو الحكومة حتى الآن لم توفر مواد التعقيم التي هي الأساس، التي تكون يمكن تستخدم كوقاية وحماية من هذا الفيروس. إلى الآن لم يتم، يعني مثلا تم توقيف وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، كان يفترض أنه بعد ذلك مباشرة الحكومة تبدأ بإجراءات التعقيم، ما بالك لو تحدثنا عن الشوارع. نتمنى أنه من الحكومة أن تأخذ الموضوع بجدية كبيرة جدا، ولأنه لو حصلت أو ظهرت بعض الحالات فقد لا تستطيع الحكومة أن تسيطر على هذا المرض، وستكون عواقبه وخيمة جدا. للأسف الشديد الحكومة مغيبة للجانب التوعوي، وهذا هو أهم جانب، فهناك وجود عشرات الأسواق ومثلها وجود عشرات المخيمات النازحين. لم نرى أي اهتمام حكومي في هذا الجانب التوعوي، ولم نرى يعني ولم نلتمس أي إجراءات ستقوم بها الحكومة في حالة عن وجود اشتباه بهذا الفيروس. نطالب رئاسة الوزراء بالاهتمام الأكبر وإعطاء الحيز الأكبر إذن كانت هذه بعض التصريحات من عدن. ومن عدن أيضا ينضم إلينا الناشط الاجتماعي عزام النجار. أهلا بك عزام، كيف تجد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عندكم في عدن؟ أهلا وسهلا بكم وشكرا على حسن الاستضافة في البداية. ثانيا، للأسف وباء بحجم كورونا، وباء عالمي حصد الأرواح وصنف كجائحة عالمية، ويعني أرهق أنظمة صحية كبيرة في دول متقدمة، أرهقها بمعنى الكلمة. وهنا في اليمن، واعتبارنا دولة نامية وفي عدن تحديدا، ما لا يوجد أفضل الاستعدادات للأسف لمواجهة جائحة عالمية مثل كورونا. على أبسط الأمثلة، انعدمت الكمامات، انعدمت أدوات التعقيم، انعدمت أشياء كثيرة هي أساسيات في مواجهة كورونا. عوضا عن ذلك، إلى هذه اللحظة يعني لا يوجد ولم تطبق أساسا تجارب على الحصول على عينات لتحليل كورونا، لا أجهزة تحاليل مخبرية ولا أجهزة كشف الوباء. مش تعرف على أي استعدادات ممكن تتحدث عليها وزارة الصحة. عزام، وأنت ناشط اجتماعي، ولا شك أن هناك سيكون هناك مبادرات في عدن في ظل إذا انتشر لا سمح الله هذا الوباء في اليمن، ما الإجراءات التي ممكن أو يمكن لهذه المبادرات أن تقوم بها للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس؟ حاليا من قبل أسبوع إلى الآن لدينا حملة اسمها حملة شباب عدن لمواجهة كورونا، قمناها قبل أسبوع. قمنا بتأسيسها أنا ومجموعة من الشباب، بدأنا بالعمل التوعوي المغيب تماما، والذي يعتبر أهم وسيلة من وسائل مكافحة الوباء قبل انتشاره. صحيح. يعني خصوصا في عدن وفي اليمن لا نستطيع أن نقيم شيء في حال وصل كورونا. حاليا يجب تركيز الجهود حول نشر التوعية والتثقيف الصحي،
حول الوباء وأعراضه وكيف أساليب الوقاية منه والعادات المجتمعية التي ممكن أنها تساهم في انتشار الوباء من أجل التوقف عنها، أشياء كثيرة. لله الحمد رأينا شباب تقت فيهم روح الحماس، أعلنوا انضمامهم للحملة وبدأنا بإنشاء صفحة على الفيسبوك وجروبات واتساب توعوية وصفحة على الانستجرام، وبدأنا بالشغل التوعوي الإعلاني على منصات السوشيال ميديا. كذلك إن شاء الله مرحلة قادمة خلال اليومين القادمين لدينا خطة نزول ميداني لنقل التوعية الإعلامية في السوشيال ميديا إلى الأرض للوصول إلى الأشخاص أو فئات المجتمع التي لا تستخدم الإنترنت أو نادرا ما يكون لديها اتصال بالإنترنت، فستستهدف إن شاء الله في الأيام القادمة. هذه جهود شبابية بحتة، أتمنى من الجهات المسؤولة أن تقوم بدورها. إذا لم تريد أن تقوم بدورها أن تدعم أي جهود شبابية، جهود مبادرات، جهود مؤسسات ستقوم بهذا الشيء، وهذا أقل واجب. وأنتم في هذه الحملة تقومون بكل هذه الأعمال طواعية، كيف تجدون تفاعل الشارع معكم؟ حقيقة في بادئ الأمر كنا نشاهد استهتار، يعني هناك استهتار من الجهات الرسمية ولا استهتار في المجتمع من بعض أفراد المجتمع. لذلك أضفنا هاشتاج أسميناه بطء استهتار، من أجل أن يعي الشارع حجم الوباء العالمي كورونا. يعني ممكن اليوم تضحك وكذا إلى أن يصل الوباء وتفقد الناس عزيزين عليك وتعرف ما معنى أنه هذا وباء عالمي. يعني بغض النظر هناك أنظمة صحية عالمية كبرى أعلنت استسلامها للمرض، ونحن هنا من في دول نامية أنظمة صحية ضعيفة لا تمتلك أجهزة كشف في فيروس كورونا. فعن أي طمأنينة نتحدث؟ الموضوع يحتاج له عدم استهتار وبذل جهد في التوعية وفي التثقيف. نسأل الله أن يعين. إذن عزام، أخيرا ما رسالتك إلى الشارع العدني خصوصا والمواطنين اليمنيين في عموم أنحاء البلاد؟ رسالتي كأحد أفراد الشعب اليمني وكأفراد شباب عدن، أتوجه بنداء بعدم الاستهتار بهذا المرض. نعم. وأنفسكم وأهليكم أبذلوا عندنا شعور بالمسؤولية في مواجهة هذا الوباء، على أقل تقدير إذا كشاب أو كفرد من أفراد المجتمع لا تريد أن تقوم بدورك في عملية توعية وتثقيف وكذا، قم بوقاية نفسك ووقاية أسرتك، هذا كأقل تقدير. يعني بغض النظر أن إحنا لا ننتظر جهات يعني جهات الدولة والجهات الصحية، إحنا الآن نقوم بما يمكن أن تملي عليه ضمائرنا. فأنت كشاب أو كفرد في المجتمع إذا لم تستطع أن تقوم بدور للآخرين، قم بالدور المناط فيه بنفسك أنت. نعم، أشكرك عزام. وقاية نفسك وأهلك والتزم بالإرشادات. أشكرك جزيلا عزام النجار، الناشط الاجتماعي، كنت معنا من عدن. وينضم إلينا محمد المياس، الصحفي من تعز. أهلا بك محمد، كيف تجد الوضع في اليمن سواء من ناحية التجهيزات التي قد تم الإعلان عنها، ومن ناحية الوباء الذي اجتاح العالم وفي طريقه إلى اليمن لا قدر الله؟ فيما يخص الوضع في اليمن، هناك مخاوف كبيرة يعيشها المواطنون. هم ينتظرون الآن يعني كارثة ربما تكون أكبر من أكبر الكوارث التي خلت على اليمن منذ اندلاع الحرب منذ 5 سنوات. المواطنون يعيشون حالة من الرعب. هناك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية هي اتخذت عن إيقاف رحلات جوية ورحلات برية من وإلى اليمن، أيضا إيقاف المدارس لمدة أسبوع. أنا أعتقد أن هذه الإجراءات ليست كافية بما يتوائم مع الوضع الذي يعيشه اليمن منذ 5 سنوات. هذا الوباء وباء قاتل متجول. كما مصير الشعب اليمني من هذا الوباء القاتل في ظل وجود يعني المجال الصحي أو الجانب الصحي في اليمن منهار تماما، بينما الإجراءات ليست بالشكل المطلوب، لا يوجد هناك توعية
لا يوجد هناك إجراءات على أرض الواقع، الأسواق مفتوحة، أيضا المؤسسات ما زالت مشتغلة بشكل كبير. إذا محمد، ما واجب السلطات الصحفية أو المنصات الإعلامية ووسائل الإعلام تجاه هذا الوباء وتجاه الشعب اليمني؟ دور وسائل الإعلام دور كبير، لها دور كبير في هذا الجانب، جانب توعوي، جانب تثقيفي، بيحث المواطنون على أضرار أضرار هذا الوباء وكيف تجنب هذا الوباء وما هي الطرق التي يجب أن يلتزم بها المواطن حتى يكون بعيدا عن هذا الوباء. هناك أيضا الأمن على الحكومة الشرعية أن تقوم بإجراءات تثقيفية وتوعوية سواء في المدارس أو في المجتمع نفسه. لا توجد هذه الإجراءات، المفروض يكون هناك فرق تنزل إلى الميدان تقوم بتوعية المجتمع، تقوم لا نقتصر فقط الدور على وسائل الإعلام فقط، وإنما هناك المفروض دور يكون في الميدان من قبل السلطة الشرعية. إذن أشكرك محمد المياس الصحفي، كنت معنا من تعز. وأخيرا نستعرض بعض التصريحات التي رصدها مراسلنا من مأرب حول هذا الموضوع. نحن هنا في مكتب الصحة اليوم نقيم ورشة عمل لمجابهة فيروس كورونا، وهذه الخطوة نقوم بها كمبادرة توعوية شبابية في مأرب. أول خطوة لنا، إحنا على أساس ماشيين أنه في معانا نزول ميداني للمخيمات النازحين، لشوارع مأرب، للأمهات، للشباب الجامعة، لطلاب المدارس، من باب التوعية في فيروس كورونا. في كمان معانا ندوة راح تقام بإذن الله في الجامعة، نحاول نحن نخفف من انتشار هذا الوباء مسبقا في التوعية للمجتمع كمواطن في حاجة لهذا الشيء. تقوم مبادرة روافد الشبابية الطوعية بعمل ورشة نقاشية في لمواجهة كورونا بالتعاون مع مكتب الصحة وبرعاية كريمة من محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن العرادة. تكون الندوة نقاشية ثم نخرج بمعطيات ثم ننزل نزول ميداني إن شاء الله، تكون توعية في المجتمع بأخطار مرض كورونا أو وباء كورونا، ومن ثم نخرج بتوعية للمجتمع. هذا هدفنا. قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء سلطان العرادة محافظ المحافظة يولي هذا الموضوع اهتمام كبير، طبعا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مجابهة فيروس كورونا. شكلت لجنة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد الرب مفتاح وعضوية المكاتب المعنية ومن بينها مكتب الصحة. هناك إجراءات اتخذها مكتب الصحة بالمحافظة، منها تدريب الكوادر الصحية بالمرافق الصحية حول الاستعدادات وكيفية التعامل مع الحالات لا قدر الله. أيضا لدينا الآن فرق توعوية في الميدان تقوم بتوعية الناس، الذي ندعو من خلالكم وسائل الإعلام وكافة الإعلاميين والناشطين بأن يكثفوا التوعية الميدانية للمواطنين حول مجابهة هذا الفيروس الخطير. هناك استعداد، فمثلا مثل المبادرات الاجتماعية والسلطات الاجتماعية ومكتب مكتب الصحة، وهناك أيضا الحملات والنزول الميداني التابعة للمستشفيات وطرق توعية ضد فيروس كورونا وأيضا طرق التوعية. إذن الخلاصة، نرجو من الجميع أخذ الموضوع بجدية تامة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من المنصة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.